المطلوبة. في هذه اللحظات فريق الأهلي يتقدم على فريق الجزيرة بهدف مقابل لا شيء. هدف لفريق الأهلي مقابل لا شيء لفريق الجزيرة. كرة الآن داخل المنطقة ولكن بعيدة عن لوكاس، تذهب إلى ركلة مرمى. كما ذكرت الفيصل اليوم بحاجة إلى الفوز مقابل تعادل أو خسارة الجزيرة، أو إلى التعادل في اليوم في مباراة هذا اليوم مع سحاب مقابل خسارة الجزيرة مع الأهلي. الأهلي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. الأهلي يتقدم على فريق الجزيرة بهدفين. إبراهيم الجوابري، إبراهيم كرة مقطوعة، كرة مقطوعة من الزواري بعد هجمة سريعة من إبراهيم الجوابري. إذا الأهلي متقدم الآن على فريق الجزيرة في أول عشر دقائق. في أول عشر دقائق فريق الأهلي يتقدم على فريق الجزيرة بهدفين دون مقابل. محمد المحارمة، جمهور الفيصل أكيد سعيد بالأخبار الواردة بتقدم فريق الأهلي على فريق الجزيرة بهدفين دون مقابل. سعادة الآن طبيعية من جمهور فريق الفيصلي على الأخبار الواردة من ملعب الأمير محمد في الزرقاء. إذا وصلت الآن رسالة من الكابتن أحمد عبد القادر أنه المباراة في بين الأهلي والجزيرة التعادل السلبي وليس تقدم فريق الأهلي بهدفين دون مقابل. إذن هنا تعادل سلبي وهناك تعادل سلبي.